تحية لكم مشاهدينا مشاهدي قناة ABC العربية، برنامج رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم دائما مشاهدينا عم يستضيف رجل أعمال أو سيدة أعمال موجودين بقلب أرض الإمارات العربية المتحدة. واليوم عم نسلط الضوء طبعا مع السيدة وضيفتنا لحلقة اليوم، السيدة مي الشيخ خزعل، وهي صاحبة ومديرة مركز ماشكا للجسم والتجميل. بداية خلينا نرحب فيكي. حبيبتي الله يحميكي. تسلمي لي. السيدة مي، خلينا نعرف السادة المشاهدين عن السيدة مي وشركة السيدة مي أو مركز السيدة مي. أنا مغتربة، كنا مغتربين بأمريكا وجيت على الإمارات، وبحب الإمارات كتير وحبيت أعمل إشي هون، إنه بدي يكون الروتس إلي هون بلد عربي. نعم. والإمارات كان أحلى بلد بجمع بين الغرب والشرق. حبيت إنه الإمارات بتساعدنا لنعمل بيزنسز، وحسيت إنه هون بما في إنه اختلافات أو اختلاف الجنسيات من كل أنحاء العالم، وستات بدهم هيك وسيدات بدهم هيك، فحبيت أعمل مركز يكون يجمع بين كل شيء، بين الجسم والبيوتي. مركز تجميل، نحكي أكثر عن مركز التجميل. عندنا هون إحنا نشتغل على شغلتين، نعمل على الجسم والجمال. الجسم إنه بنعمل التنحيف، التخسيس، التضعيف، نوصل السيدة للجسم اللي بدها إياه من غير أي عمليات جراحية. عندنا أجهزة وعندنا رياضة وأنواع مساجات معينة، بنقدر نعمل إذا السيدة بتشتغل على حالها منيح بنقدر نوصلها اللي هي بدها إياه. حلو. ومن غير من غير إبر، من غير من جراحة، من غير أي شيء مثل هيك. نعم. وبنفس الوقت بنعمل البيوتي الجمال، انه الواحدة تهتم بحالها، يعني ما شاء الله حلو انه انثى حبيبتي ما شاء الله. بتضلها انثى بتحب تهتم بحالها. نعم. سيدة مي، نحكي عن بداياتك، امتى بلشتي مشروعك؟ كيف انطلقتي بالفكرة هون؟ بلشنا بال 2010 سبحان الله، اجت لنا opportunity فرصة واخذناها، ومن وقتها واحنا يعني عم ندفش انه نساعد حالنا ونساعد السيدات العالم، وحتى نساعد الشباب انه يحبوا ستاتهم بطريقه حلوه. فحبينا انه نعمل إشي كامل متكامل للست، انه تيجي على محل واحد، على سنتر واحد. نعم. خدماتكم يعني بشكل مفصل نحكيها، هي عباره عن مساج حرق لدهون بتفاصيل معينه حابه انت تذكريها؟ أجهزة اسمها أجهزة الهايبوكسي. أجهزة الهايبوكسي هي أجهزة رياضة زي البسكليت، بتعمل طريقة معينة بتنحف الست، بتشغل الدورة الدموية والأكسجين بزيادة، فبيصير أسهل إنه تنحف الوحدة أو تنحرق الدهون. أجهزة الهايبوكسي ما فيها أي نوع من أنواع العضل، يعني عارفة كيف، هي فعلا بس للتنحيف. وبعديها عندنا كمان رياضة، والرياضة بتكون تعرفي العضل وحده، she wants to shape وكل هذا الحكي. وبنفس الوقت عندنا مساجات معينة، مساجات لتكسير الدهون، مساجات لينقام السليلايت، مساجات لتنقام المية من الجسم. جميل. طبعا المساجات العادية الثانية، بس معظم شغلنا فعلا لنحت الجسم. وبعديها بتصفي عنا كل حتى الفيشلز، يعني عنا فيشلز كتير كتير حلوة، حتى بنعمل فيشلز لكل الجسم وللظهر ولكل هذا الحكي. وبنفس الوقت عندنا البيوتي، من شعر، من أظافر، حمام مغربي، رموش، كل هذا الحكي، كل ما يخص التجميل للمرأة. نعم. بما أنه ذكرتي في عندكم أجهزة وبتستخدموها أيضا، في أيضا نظام غذائي أنتم بتتبعوه مع السيدات لحتى فعلا تقدروا تخلصوا، بما أنه ذكرتي الوزن الزائد وذكرتي النحت والقصص بالجسم، فكنظام التغذية كمان له دور؟ أكيد له دور، والصبايا عندي بحكوا لها إيش لازم تعمل وإيش مش لازم تعمل. ما في وحدة رح تضعف من غير ما تنظم أكلها.
قد ما تعمل رياضة، قد ما تعمل كل شيء، بدها تضعف، بدها يكون هو تغذية مع رياضة أو مع مساجات أو عارفة كيف. بس التغذية شيء مهم، والصبايا اللي حيقعدوا بحكولها إيش تأكل إيش ما تأكل، كل هذا الحكي جميل. سيدة مي، اليوم التميز، يعني كيف قادرة تعملي بصمة لحالك، وخصوصا بمركز مثل هذا؟ مركز هو خاص بالتجميل وأيضا تنحة الجسم وتنحيفه أساس، فبصمتكم وتميزكم وين بتلاقي؟ أول شيء كل الصبايا اللي بيجوا عنا، السيدات أو الزباين اللي بيجوا عنا بحسوا جو عائلي. الطريقة اللي أنا بتعامل فيها مع البنات اللي بيشتغلوا عندي، بنات جايين يشتغلوا يعملوا رزقهم، بيشتغلوا من قلب ورب، وبعملهم على هذا الأساس. هذا أول شيء. هم الناس دايماً بيقولوا لي إنه it has a family feeling. الإشي الثاني، لما نعطي الإشي بنحاول نعطيه صح، مش قصة this is a business so I'd like to make money، بس بنفس الوقت أنا مش مستعدة أغش إنسان ثاني. فبحاول أشتغل إنه عن جد إنه يكون الإشي صح، يشتغلوا صح، ما يكذبوا على اللي قدامهم، ما يحكوا لهم نقدر نعملكم وما بقدر. يعني حتى مثلا إذا واحدة بتيجي عم تعمل كل شيء ومش عم تضعف وعم تعمل وأكلها صح ورياضتها صح وهيك، بنقولها جربي هرمونات، جربي دكتور، لأنه يمكن إحنا في إشي مش عم بزبط معك هذا الحكي. فما بنيجي بنحاول نبيعها بس لفكرة البيع. جميل. سيدة مي، أكيد في تسهيلات كانت مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمة الأمن والأمان اللي خلاكي تفتحي هيك مشروع. نحكي عن مشروعك وطريقة التسهيلات اللي تقدمت لك لبدأتي فيه ونعمة الأمن والأمان أيضا. بتذكر أول ما بلشنا فيه كان أول ما بلشنا فيه كان كتير صعب، ورقة من هون لازم تجيبي وتروح على سنتر من هون تعملي إشي وتروح على محل تاني. هلأ كله سهل، يعني مسهلين الأمور بطريقة حلوة، يعني عن جد عن جد حلوة. إنه حتى محل ما جينا بأمريكا مرات الأمور مش بهالسهولة هاي. بالنسبة للأمن والأمان، أنت لما بدك تفتحي بزنس وتحطي مصاري فيه بدك تكوني متأكدة إنه البلد اللي أنت عايشة فيه بقدر يساعدك وفيه أمان، إنه فيه أمان إنه تقدري تعملي اللي بدك إياه من غير ما حدا يكون أقوى منك ويجي يحاول يكسرك. سبحان الله، يعني بحس إنه إحنا كتير fortunate إنه إحنا بالإمارات وقدرتنا نعمل إشي زي مثل هيك بالإمارات، وحابة بإذن الله إنه حتى نفتح هلأ فرع تاني. هي بدنا نحكي عن خططك المستقبلية القادمة، إنه شو حابة، شو مشاريعك الجاية؟ I'd like to أعمل فرع تاني. هلأ قدمنا، عم نقدم الخدمة المنزلية، هذا إشي قدمناه جديد، وحابة أعمل مثلا فرع بجهات مردف. إحنا بأم سقيم، فحابة أعمل إشي بجهات مردف أو شاجة هذيك الأريا، وبين أبوظبي والعين. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله عملنا هيك بنروح السعودية إن شاء الله يا رب. أكيد إن شاء الله يا رب تحققي هالرسالة الحلوة، تحققي أيضا مشاريعك وبتكون دائما في تطور وتقدم. حبيبتي. مشاهدينا كيف رح يقدروا يتواصلوا معك؟ في نقدر نعرفهم على اللوكيشن وأرقام تليفونات يقدروا يتواصلوا معكم عبر مركز؟ عنا إحنا مثلا كتير على السوشيال ميديا، عنا على إنستغرام ماشكا بيوتي أند بادي ديزاين، على الفيسبوك ماشكا بيوتي أند بادي ديزاين. إحنا بأم سقيم قريب من جبيرة بالدبي، and يعني منحاول بأي طريقة إنه نتواصل مع الزبونة أو مع أي حدا بحب actually يسأل أسئلة، حتى نحاول نساعد. أكيد، يعني إن شاء الله يا رب هيك التوفيق لإلك، وإن شاء الله يا رب منلاقي فعلا المراكز اللي حكيتي عنها إنه رح تنفتح عن قريب نلاقيها فعلا أبصرت النور. أكيد كل الشكر إلك صاحبة ومديرة مركز ماشكا للجسم والتجميل السيدة مي الشيخ خزعل، كل الشكر إليك. حبيبتي الله يحميك، تسلمي لي. أما هلأ مشاهدينا، نحن وياكم منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال، منلقاكم كل جمعة وسبت، إلى اللقاء.